الناسيين هم المتقاعدين، ما تمش في عدد القطاعات سواء كان في القطاع العام أو في القطاع الخاص. تقول ما فعلوش الزيادات، فعلت لبعض المتقاعدين، لكن المتقاعدين أخرين لا. شو اللي صار اليوم؟ ما فما جديد؟ القطاع الخاص عنده زيادات؟ أعطينا تفاصيل. هذا واقع. وقت اللي نقول انا ما زادوش للقطاع الخاص صحيح، على خاطر وقعت زيادات للقطاع العام والوظيفه العموميه، والقطاع الخاص ما وقعتش. واحنا تلزينا باش خرجنا وانجزنا وقفه احتجاجيه للمطالبه بالشيء هذا، والحقيقه وقع رد من هرم السلطه في نهار 16 يعني أبريل 16 فيفري، جست بعد الوقفة الاحتجاجية نتاعنا، وكان اعتبرناه تجاوب مع مطلع المتقاعدين. وقت اللي رئيس الدولة يعلن أنه يعطي أمر الوزير للشؤون الاجتماعية يقول له رفع في الأجر الأدنى المضمون لتحسين غيرية المتقاعدين نتاع القطاع الخاص، نعتبره هذا مع المتقاعدين في الغلب نتاعهم، وأعلن على نيته في الزيادة. إحنا بقينا نستنى، لو ما لقيناش تجاوب من رئيس الجمهورية ما كناش كنا ربما كنا ناخذ إجراء آخر للتعبير على الغلب نتاعنا. لكن أنا تو شخصيا أقول للمتقاعدين اصبروا شوية، من المفروض أنه يلتزم بتصريحه في التلفزه التونسيه وسمعته الناس الكل. معناتها هو الناس الكل تعرف اللي هو احنا ما ناش قاعدين في اتصال مباشر معه. انا شخصيا نعتبر روحي نتصل معه عن طريق الصحافه. وفي كل الاذاعات تكلمت ونزلت واعلنت، والمتقاعدين يستناو يوميا. احنا نتلقاو في تشكيات العباد، وصحيح انا شخصيا قلقت معناتها من الاحتجاجات نتاع الناس اللي معناتها طالب بوقفة للتعبير عن الغضب من التصريح ما وقع تطبيقه. لكن احنا قلنا ما يسالش، نزيدوا نستناو شوية، ولكن هذا ما يمنعش انه اعيد واكرر الطلب في التعجيل بالترفيع بنسبة مهمة زيادة، وبتطبيقها من بداية من شهر جانفي على غلال المتقاعدين الاخرين، باش تبدا الناس الكل كيف متقاعدين قطاع خاص وقطاع عام وظيفه عموميه يكونوا تمتعوا بتحسين شرايتهم من جانفي 2024، وهكاك يخفف العبء نتاعهم قدام ارتفاع الاسعار وغلاء المعيشه وصعوبه الحياه اللي يلاقوا فيها المتقاعدين. اليوم في ظل عدم الترفيع في الاجر الادنى المضمون، قداش عندنا جرايات؟ معناتها اليوم المتقاعدين تقريبا قداش يخلصوا معناتها في القطاع الخاص؟ جرايات قداش اليوم الوضعيه؟ معدل جرايات في القطاع الخاص اعلن عليه وزير الشؤون الاجتماعيه، قال معدل الجرايات يعني كي تجمع جرايات المدنية الصغيرة مع الجرايات الكبيرة وتقسم على عدد منخرطين الصندوق، تلقى زيادة شهريه المتقاعدين المعدل نتاعها 700,000. 700,000 هذه المعدل، ولكن ثم هما 800,000 في نسبة كبيرة تقريبا نتاع 400,000 500,000 هما اللي جرايتهم الدنيا واللي ما تكفيش باش يعيشوا بها. دنيا قداش نقولوا مثلا 150 180 قداش؟ توا ثم عتبه نتاع الجرايات هي في ال 180، اعلن وزير الشؤون الاجتماعيه ان مش يوقع الترفيع فيها لل 240 دينار، ان شاء الله نستناو فيها ممكن يعني يوقع تطبيقها من الشهر هذا لانه اعلن عليها، ونعتبروها هذا ايجابي انه تولي عتبه، خاطر احنا طالبين عتبه تكون معناها اقل واحد يبدا 240 هكا ولا؟ اقل واحد يبدا 240، تو اقل واحد يبدا في ال 180. واحنا طالبين انه اقل واحد يكون في حدود تكون عتبه مربوطه بتوازي مع الاجر الادنى المضمون، يعني ما مش معقول باش متقاعد وعنده قرينته باش يعيشوا ب 200 وب 300 دينار وب 250، ومش معقول. هذا طالبينه احنا في مطالب التحسين، هذا يتطلب بيان سور قوانين واجراءات، ان شاء الله السلطه تاخذ بالاعتبار هذا وتلقى له حل ان شاء الله. هذا ما نتمناه، ان شاء الله تكون حاضر معنا في المباشر وتزف البشره هذايا للمتقاعدين اذا كان يتم.
ان شاء الله. وانا قاعدين نقولهم انا راني كيف نقول فما زيادة مبنية على معطيات معناتها وعلى واقع موجود في تحليلي انه موجود، نصبر شوية وان شاء الله تكون الزيادة مجزية للمتقاعدين تاع القطاع الخاص، وهكاك نكونوا خرجنا من ملف هذا. سلامات ان شاء الله. شكرا يفضلك سيد عبد القادر ناصري كاتب عام الجامعة العامة.